حليت عيني جبدناها من عمق الإصلاحية سخسخنا عليهم حنا. قصة أغنية حليت عيني اللي ممدوش السيبر وامبتغو دي الحجرة ما غاديش يحس بيا. قصة مدينة كبيرة واللي اخترتو ليا لفان ديال كوزان فراشة وسط الورد. خرجوا علي من هنا تخرج الماء تخرج خرج. هاد الأغنية هادي فرحات أجيال ولكن القصة وراء هاد الأغنية وعلاش تكتبات والكلمات اليوم غادي نعرف. ليتس جو قبل ما نبداو ماكس ديال لي بارطاج في الفيديو وقولي في كومونتير فاش تفكرك هاد الأغنية باش تسمع. زاكستر حليت عيني وسط مدينة كبيرة لسها كتاب ومنورين الوينة نوستالجيا. عيني وسط مدينة كبيرة نسها كتاب ومنودين روينا اسمعي الواعي شنو طاري في هاد المدينة. معكم أبجي عمر. حليت عيني بعد 10 سنين هذه داس 2005 ديسمبر 2005 كنا كتبنا أنا واحد الدري صاحبي اللي هو خالد مشرق كنتمنى حتى هو يدير شي فيديو باش يشوفوا المشاهدين. احنا ساكنين في درب اليهودي كما تعرفوا انا ولاد درب اليهودي ولاد درب السلطان تعرفونا كاملين. من بعد 10 سنين ربما الظروف اللي غنينا فيها حليت عيني كانت شويه صعيبه قلت الامكانيات وهذاك وما بغيناش نبانوا خايفين وبزاف د الحوايج وهذاك لان ما كانش يساعدنا حتى الماتيريال ما ساعدناش. ربما حليت عيني غنيناها بكاسك حنا وبيسي ديك الساعه بيسي قليل اللي عنده بيسي وخا تلقى بيسي في الدرب ما تلقاش شي واحد عنده مع لانستري ولا مع اضطرينا اننا نسافروا حتى لمراكش عند واحد الدري صحابنا اللي هما كان عندهم هذاك الشيء ديال مع الموسيقى وهذاك صافي مشينا عندهم وبقينا في راس العام بقينا تمشيو وتنجيو تمشيو وتنجيو حتى لقينا عند واحد الدري وسجلناه في 2006 ما عرفناش كيفاش تلونسات صافي حنايا فاش سجلنا هذيك فاش سجلنا جبنا جوج تاع النسخ النسخه كانت عندي والنسخه كانت عند خالد مشرق مين جيت انا الدرب درتها سمعتها من سمعتها صرحوا معايا دوك الكلمات اللي كتبت نقول هدا عمر شي غيجبد لك الصداع وهذاك شديتونا نطرطقوا اللوحو في قادوس في العوينه وباقي شاهد عليا قلت صافي اخوانا ما انا ما غنبانش صافي حتى ربما خايف وانا يتيم الاب والام فهمتي توفى لي الاب ديالي وتوفى لي الوالده ديالي يعني ما كاينش لا يعقل عليا صافي بليزير شي واحد يغني لي شي حاجه ماشي غني لي متوش انا غني لي صافي انا راه صحاب راسك وصلت ولا صافي بليزير هذاك انما اللي بقى فيا اللي بقى فينا انا وصاحبي خالد هو داك بدل دوك الكلمات ربما داك الكلمات سخسخنا عليهم حنا لان حليت عيني جبدناها من عمق الاصلاحيه كما تيقول الكلمات ديالها كاملين راه شي 50% ديال الكلمات جبدوها من الاصلاحيه وكما تنبغي نشير للناس كاملين ماشي الناس الدراري زعما اللي سمعوا حليت عيني وهذاك يا الدراري الاصلاحيه اللي متعرفاش هو السجن ديال الاطفال ماشي فوقش العمر ديالهم 18 عام حتى تدير 18 عام عاد تيحولوك السجن الراشدين وعلى من تيهضر شكون هو هاد خونا هذا اللي هز له اغنيه ديالو ما دارلوش حتى كريديت ولا ما ذكرش الاسم ديالو هو ياسين جرام اخبر ضربته لان ديال هاد الاغنيه هذا جرام اغنيه اللي درت له بوم هاي اوكي هذه هي الاغنيه اللي ضربت له 16 مليون مشاهده. حليت عيني نسكت ومنوضين دوينا هذه هي الاغنيه ومن بعد ما خرج هذاك الدري تيقول على انه بدل فيها الكلمات وداك الشيء ناض ياسين جرام عاد مشى عنده وغنى هو وصاحبه اللي كتبوا الاغنيه. حليت عيني وسط مدينه كبيره نسكت عارفين شحال فرحان انا دابا شحال فرحان بزاف درتوني صبرت بعيد
تتلف اكواني تحت الضلمه تنعذب جواني. اللي مدوز هاد الاغنيه وسمعها في السيبر ومدخلها في ديك امبي طابوط هكا هو اللي غادي يحس بيا فهمتي، هو اللي يحس باش شو العلاقه بك شو دي حليت عيني وعلى ذكريات وعلى ذكريات والسيبر وغادي عندك شي دراهم تقول لك نوض تسالي شي ربع ساعه ولا اسباي شويه الهضره تيتسناك ها محمد وعلى ذكريات وعلى النوستالجيا رجعني ليا هذا شي لا احس نحس بيه كمل لينا. حنا ما مدوزينش اصلاحيه الحمد لله، ما مدوزين والو، غير كانت عندنا واحد كنا تمشيو زياره لواحد بعض الاقارب ديالنا وكنا تمشيو تنسمعوا له كلمات تنسمعهم انا خالد كان ما كانش يمشي تنمشي انا وتنسمع له كلمات وتنجي تنكتبهم، ملي تنكتبهم بحال تنكتب 4 8 د الابيات تيجي خالد تيبدا يصحح فهمتي، لا نديروا هذه حطها لي صافي بحال هكا بقينا غاديين حنايا بحال هكا صافي الحمد لله. ملي كتبتها كامله في ورقه دخلتها للاصلاحيه عند داك الدري اللي كنا تنمشيو عنده، تحيه لياسين وتحيه لحمزه وتحيه لاناس تحيه ولاد دربنا مهدي كلشي اللي داخل واللي على برا. من كتبتها لي قلت لي هاد الديسك هذا غيسمعوا المغرب كامل، قال لي هو لا وايلي، قلت لي ها شدو عندك وبقى عاقل عليه صافي. ودازت واحد المده شي حليت عيني في نص بالنسبه للاغنيه ديال حليت عيني 2005 ما باقي صغير واحد شويه عشت معهم التجربه، كنت كريه معهم في كيكتبوا لي بارول كريه معهم كيعجبوني دوك لي بارول ديالهم، ولكن ما كنتش كنيماجين ان غتوصل لهاد الشهره هادي وكلشي غيتصنت ليها. درت ملي كنطلع للطوبيس كنتصنت ليها ودي في الطريق الخدمه كيبان لي خدامها فيسبوك يوتيوب المهم انتشرت مزيان، وملي كنسمع ان بنادم ما مجهول اكس مولا كنقول لهم راه فلان ولد دربنا بنادم ما كيتيقش، نقول لهم راه فلان راه ولد دربنا، يقول لي لا راه انا كل كيقول لك لا راه ولد دربنا ولد دربنا، ولكن الحمد لله من جات البادره هذه من خصو يعرف ملي شكون هو مولاها الفري. حليت عيني انا تفاجات فاش سمعتها، دارت ملي تندخل اليوتيوب وتلقى حليت عيني لايحه واحد في 2009 شيت لا شي 9 سنين زعما باش لايحه صافي بليزير صافي ديال المغرب كامل غناها. اما بالنسبه للسؤال اللي قلتي لي ديال مسيو هذاك ياسين جرام صافي بليزير يغني هذاك، انما اللي بقى فينا الحال هو انه فاش غير الكلمات فهمت بقى فينا الحال شويه، انا ما عنديش مشكل، حنا ما تنطالبوا بوالو لانه ربما هو استغل هذيك الفرصه ديال هذاك الديسك لي با اوتوريزي ولا ما دارش فهمتيني، هو خدا هذيك الفرصه وتنتمنى لي انا اي حاجه تتمناه هو تنتمنى لي حتى انا من قلبي وربي ادرى بذلك. اودي حتى هذا هو سعد المجرد دي شحال هذه فغي اصدقاء فغي اغنيه فهمتي عندها تاريخ وتبقى خالده وخصهم يديروا له شي تكريم على هذه الاغنيه هذه اصدقاء حيت كبرت مع اجيال باقي حتى الان الناس تيسمعوها. على عين تشاومي قلت لقاها شي فيديو جديد كان معكم مول حليت عيني وزاكستر رجع الامجاد دوز عندي انستغرام غلحت واحد نيو بوست دوز عندي.